مصر تواصل انتفاضة كرامتها، الجيش ملتزم بمطالب الشعب والرئاسة ترفض، والاستقالات تتوالى. لافروف وكيري يؤكدان على مرجعية بيان جنيف، والجيش يواصل سحق الإرهاب على الأرض السورية. باسمكم ائذنوني أن أدعو كل اتحادات علماء المسلمين في الدنيا وأزهرنا ورابطة العالم الإسلامي، أدعوهم لعقد اجتماع سريع في دمشق لا في جنيف، وليكن الصلح على أيديكم. مؤتمر اتحاد علماء بلاد الشام في بيروت، سماحة الإسلام وفتنة التكفير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. يوم النزول الأعظم، هكذا أطلق كثيرون على الحراك الجماهيري المصري أمس. وقف المصريون بالأمس بروحهم وجسدهم يصدون اقتتالا أهليا يسعى البعض بأدواتهم لإشعاله في أم الدنيا. تجاوزت ميادين مصر من أطلقوا عليهم وعاظا، تجمعوا في بعض الأماكن ونادوا لجهاد يرمي لتفتيت البلاد والعباد. توحدت الصرخة والشعارات: مرسي ارحل، نريد حضن الأمة، نريد جهادا ضد إسرائيل، ضد من سرق الأرض والعرض والكرامة، نريد طرد سفير الشؤم من ديارنا، لا أخ لنا، شاركنا الماء والهواء وساح القتال. ينتظر المصريون يفاخرون بمصريتهم، على أهبة الاستعداد هم، فالصورة لم تكتمل بعد. تواصل الحشود الشعبية المصرية الاعتصام في ميادين وساحات مصر احتجاجا على ممارسات الإخوان المسلمين والمطالبة برحيل محمد مرسي. وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف مرسي، لتتوالى الأنباء عن استقالة علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، كما انضم إلى قافلة الوزراء المستقيلين من الحكومة المصرية عدد من الوزراء، وذلك تضامنا ودعما لمطالب الجماهير المصرية المحتشدة في الميادين. والوزراء المصريون المستقيلون هم وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، ووزير الدولة لشؤون البيئة، ووزير السياحة، ووزير الاتصالات، ووزير المرافق. مصر إذن قررت ولن تتراجع عن قرارها، وقرارها خلع مرسي والإخوان. ثورة ثانية في ربوع الكنانة، خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بحياة جديدة ومستقبل جديد، وامتلأت ميادين مصر في مشهد تاريخي يضاف إلى ثورة 25 من يناير. ففي يوم 30 يونيو خرج شباب مصر يصحح المسار ويعيد الشعب مرة أخرى إلى ثورته. لا زالت الأحداث تتلاحق في مصر، فالجيش المصري أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب، وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها. على الفور
رحب متظاهرون معارضون للرئيس محمد مرسي بالبيان واعتبروه لكمة قوية وجهتها القوات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة. زهقنا، عايزين حد يمشي البلد صح، مش عايزين ناس مش فاهمة حاجة ولا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التعليم. أما جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة في مصر فرفضت أي حوار مع مرسي، في حين تحدثت وسائل إعلام عن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بينما طالب حزب النور السلفي الرئيس بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان 5 وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قد قدموا استقالتهم من مناصبهم الوزارية احتجاجاً على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وفي خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل مرسي، أغلق عدد من المعتصمين في الميدان مجمع التحرير الحكومي الضخم الذي يضم مئات المكاتب الحكومية من قطاعات مختلفة، قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات، ولا زال الشعب المصري صامد حتى تحقيق مطالبه بالعيش الحر. أكد مصدر أمني مصري مسؤول أن قوات الأمن المركزي تعمل حالياً على تجهيز مركبات مدرعة ومجموعات قتالية بمختلف القطاعات لسرعة التدخل. وقال المصدر أن هذه المركبات والمجموعات القتالية ستكون جاهزة في حال وقوع أي اعتداءات على المتظاهرين أو حدوث اشتباكات. هذا ويواصل مرسي تجاهل مطالب شعبه ويرفض بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب. وقال بيان الرئاسة المصرية إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه، وأن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب. فجر بيان الجيش المصري الذي فرض حلاً للأزمة المتفاقمة في ميادين مصر خلال 48 ساعة غضباً عارماً في الشارع الإخواني المؤيد لمرسي، فقد اعتبرته الجماعة تحذيراً معلناً لطرف المعارضة واصطفافاً في خندق ضد الآخر حسب تعبيرهم. فعلى الفور أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية خلال مؤتمر صحفي أعد على عجل رفضه لبيان الجيش المصري الذي اعتبره انقلاباً على الشرعية، معلناً أنه في حالة انعقاد دائم لمناقشة الأوضاع في البلد. يؤكد التحالف أن الثورة المصرية العظيمة مستمرة حتى في كل ميادين مصر وربوعها حتى تتحقق أهدافها. إلا أن الموقف الأكثر وضوحاً للإخوان من الجيش كان ذاك الذي صدر عن القيادي في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة، الذي قال إن الجميع يرفضون بيان القوات المسلحة وإن الحلول ستكون في إطار الدستور، مضيفاً أن عصر الانقلابات العسكرية انتهى ولن تستطيع قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد حسب تعبيره. بيانات الرجل السيسي النهاردة يعني فيها جزء أولاً تجاهل الإرادة الشعبية أو الحشد الشعبي اللي موجود في ميدان رابعة وموجود في محافظات أخرى لم يشر إليه الإعلام، فضلاً عن حشد كبير سيكون في كل المحافظات وفي كل المراكز بعد هذا مؤيد للشرعية. تصريحات إخوانية اضطرت الجيش لإصدار بيان رفض فيه اتهامه بأنه ينفذ انقلاباً، مشدداً على أنه يستجيب لنبض الشارع وغرضه دفع الأطراف السياسية إلى حل الأزمة. على الأرض يستعد مؤيدو مرسي للخروج في تظاهرات أمام استاد المنصورة والجامعة في مدينة الإسكندرية مع استمرار احتلالهم ميدان رابع العدوية في مدينة نصر، فيما سجلت اشتباكات بالحجارة والخرطوش بين معارضين ومؤيدين للرئيس مرسي في كل من السويس والإسماعيلية وقنا و6 أكتوبر بالجيزة، وأصيب خلالها 54 شخصاً حسب بيان وزارة الصحة. إذن هي المواجهة كما اختارها الإخوان المتمسكون بشرعية الصندوق كما يقولون، متناسين أن عاماً من حكم مرسي كشف الوجه الحقيقي للجماعة التي تصرفت وكأنها وصية على مصر ومارست أقصى أنواع الإقصاء، فيما ستكشف الساعات المتبقية من مهلة الجيش مصير الصدام المتوقع والذي قد يكون له عواقب وخيمة على الجميع ما لم يتم حسم الأمور بالطرق السياسية حسب مراقبين. Thank you.
تصدح كلمة الحق عالية، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. تصدح حقيقة الإسلام جلية شفافة كما هي، لا كما يعمل دعاة الفتنة والتضليل على تصويرها. الإسلام الحق السمح برز اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انطلقت فعاليات مؤتمر اتحاد علماء بلاد الشام تحت عنوان سماحة الإسلام وفتنة التكفير، بحضور عدد من رجال الدين والمفكرين. في خضم الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وفي زمن الدعوات إلى التحريض والكراهية بين الناس، يعقد اتحاد علماء بلاد الشام مؤتمرا تحت عنوان سماحة الإسلام وفتنة التكفير في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف إظهار الإسلام الحقيقي وضرب اليد التي تسعى إلى زرع الفتن. تناول المؤتمر سبل مواجهة آفة المشروع التكفيري وما يقف خلفه من نوايا تسعى إلى تدمير الأمة وتمزيقها، خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي على يد هؤلاء الرعاع الذين يعيثون في الأرض فسادا بهدف إبقاء الهيمنة الأمريكية الاستكبارية على بلادنا واحتفاظ إسرائيل باحتلالها لممتلكاتنا وأرضنا. باسمكم ائذنوا لي أن أدعو كل اتحادات علماء المسلمين في الدنيا وأزهرنا ورابطة العالم الإسلامي، أدعوهم لعقد اجتماع سريع في دمشق لا في جنيف، وليكن الصلح على أيديكم، ولتكونوا أنتم من تصلحون بين الناس. أدعوكم لأن ننطلق في عمل ولجان تتحرك باتجاه العالم الإسلامي والعربي، ولننبه أبناء الأمة أن المستهدف هو نحن جميعاً ورقابنا، فكما استهدف أجدادنا فوقفت الفتوحات، نستهدف اليوم لكي لا نعود إلى فلسطين. وأقول لكم نعم، حزب الله مشكلة لإسرائيل ومشكلة للتكفيريين ومشكلة لأمريكا، فمرحبا بمشكلة على ثلاثي الإفساد الدولي في القرن 21، أمريكا وإسرائيل والتكفيريين. إنها لمسؤولية يجب أن يتحملها أهل العلم اليوم لنشر كلمة الحق والهدى في الأرض ولبيان حكم الله في الواقع والشؤون. إن معرفة الحكم الشرعي بصورة صحيحة مؤيدة بأدلتها مسألة غدت في عصرنا سبيلاً مهماً لحمل الأمانة، وإن الجهل بالحكم الشرعي في من يتصدى للأمور العامة لخطير، ويتحمل صاحبه الوزر والمسؤولية بين يدي الله سبحانه. إذن الأمة في خطر، وأعداؤها الداخليون والخارجيون كثر، واقع حتى مع الاتحاد علماء بلاد الشام أن يرتقي إلى مستوى خطورة المرحلة ليرفع الصوت في وجه أولئك الداعين إلى تسعير الفتنة والساعين إلى تأجيجها، في وقت أحوج ما تكون فيه إلى كلمة سواء تجمع الشمل وتوحد الموقف وتلفظ مثيري النعرات. بمشاركة 41 منظمة شبابية من 13 دولة عربية، افتتح أمس المؤتمر القومي للشباب العربي بجامعة البعث في حمص تحت عنوان سوريا لكل العرب وكل العرب لسوريا والجميع لفلسطين. بمشاركة وفود 41 منظمة شبابية من 13 دولة عربية، بدأت في جامعة البعث بحمص فعاليات المؤتمر القومي للشباب العربي تحت عنوان سوريا لكل العرب وكل العرب لسوريا والجميع لفلسطين. وأكد محافظ حمص أحمد منير محمد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي جمع الشباب العربي على أرض سوريا وفي مدينة حمص التي عانت من ويلات الإرهاب الحاقد، لافتا إلى أن فكرة توظيف فعاليات شبابية جاءت لتسليط الضوء على حالات نفور الشباب العربي من التيارات والأحزاب الأصولية المتطرفة. وانسياقها خلف المشروع والمشاريع الصهيو أمريكية التي تستهدف المنطقة، وآخرها ما سمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير. وألقى ضرار بستنجي من الأردن
كلمة الوفود الشبابية العربية أكد فيها على أن ما يحصل في سوريا مؤامرة مدبرة لتدمير بلد العروبة والمقاومة، وأن الشعب السوري علم العالم كيف يتحد الشعب والجيش معا لتحقيق الانتصار، مطالبا المشاركين بتجسيد حالة قومية عربية شبابية والالتزام بالثوابت الوطنية. وقد يقرأ الجميع في داخل سوريا أو خارجها أن هذا نشاط عادي جدا، خاصة وأنه ليس الأول ولا العاشر ولا العشرون. العقل العربي تشويه وتضليل لحرف موصلة موقفه من سوريا. المشاركون أكدوا أهمية أحياء الأمة بفكرها القومي وتنظيم فعاليات شعبية شبابية هدفها الوصول إلى حالة شبابية قادرة على التأثير في المجتمعات العربية، ووضع تصور مناسب لتأسيس ناد للشباب العربي القومي بهدف تحسين الواقع العربي من خلال التوعية الفكرية. قال رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام إن الغرب قام بتصدير الإرهاب قصدا إلى سوريا لكي يتخلص منه أولا والإضعاف سوريا إن استطاع ثانيا، وإن كذبة الحرية والديمقراطية هي مسرحية هزلية لا أساس لها من الصحة، وأن الإدارة الأمريكية هي الداعم الأول للإرهاب. جاء هذا في معرض كلام اللحام أثناء اللقاء الذي جمعه مع ساول أورتيغا عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، حيث قال أورتيغا أن زيارته هذه ستسمح له بنقل الحقيقة لما يجري في سوريا من أرض الواقع، ونقل تضامن الشعب الفنزويلي مع الشعب السوري، مؤكدا أن هذه المشاعر وهذا التضامن لن تغيره وسائل الإعلام المحرضة. وقال أورتيغا أيضا إن هذه الحرب التي تتعرض لها سوريا هي حرب لفرض الهيمنة الاستعمارية وهيمنة القطب الواحد، وبالنسبة لهم إن انتصار سوريا هام جدا لأنه سيؤدي إلى تراجع هذا المشروع. بدوره رئيس مجلس الشعب قدم لضيفه صورة عن الواقع الذي يحدث في سوريا، مؤكدا أن البلاد صمدت بسبب صمود الشعب السوري وتضحياته وبسبب وقوف الأصدقاء إلى جانبها كروسيا والصين وفنزويلا، وأن سوريا تحارب الإرهاب وتحارب المشروع الاستعماري الغربي القديم الحديث. realiza sus actividades cotidianas con toda normalidad. رأيته هنا أن الشعب السوري هو يخوض نضالا قويا للحفاظ على سيادته، للحفاظ على مصيره، للحفاظ على دولته، وخلافا لما تقوله وسائل الإعلام الغربية خصوصا، فقد زرت دمشق وزرت شوارعها وزرت ورأيت الكثير من الناس العاديين يعيشون حياتهم فرحين ومستقرين، ولكن هناك في سوريا نضال كما قلت ضد الضغوط الغربية، ضد التدخلات، ضد الإرهاب الذي يضرب هذا البلد. ومع ذلك هناك حقيقة مخالفة تماما لما تقوله وسائل الإعلام الغربية، فالشعب السوري يعتمد طبعا على دعم أصدقائه في الحفاظ على حريته وكرامته وحفاظ على دولته. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في بروناي التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف، إضافة إلى العلاقات الثنائية. وتبادل الوزيران خلال اللقاء الآراء حول نتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد في جنيف في 25 من الشهر الماضي في سياق التحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف. وأكد لافروف في تصريحات للصحفيين إثر اللقاء على هامش مشاركتهما في مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان أن الولايات المتحدة تقر بأن مفتاح عقد المؤتمر الدولي حول سوريا من أجل الحل السياسي للأزمة فيها على أساس بيان جنيف الصادر في 30 من حزيران من العام الماضي يكمن الآن بجمع المعارضة السورية وتوحيدها. بدوره أكد كيري التزام الولايات المتحدة وروسيا بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا مرجحا عقده بعد آب المقبل. إلى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أمله بعقد لقاء استشاري ثلاثي جديد بين الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا بأسرع وقت ممكن. The President Mandela will recover
أحد أسباب عدم تحديد موعد لانطلاق مؤتمر جنيف هو من سيمثل طرفي النزاع في سوريا، وأتوقع أن كل من الحكومة والمعارضة سيرسلان وفديهما إلى المؤتمر، ونتمنى أن توحد المعارضة صفوفها لتشمل كافة أطياف المعارضة السورية. على الأرض، أحرزت قواتنا المسلحة الباسلة تقدماً كبيراً في ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة بحي باب هود في مدينة حمص، وأحكمت سيطرتها على عدد من الأبنية في الحي، كما تم إيقاع أعداد من الإرهابيين بين قتلى ومصابين كانوا يتحصنون داخل الأبنية غربي جامع عبد الله بن مسعود، ويستخدمونها كأوكار لتخزين أسلحتهم وذخيرتهم واستهداف المواطنين والأهالي، هذا فيما دمرت وحدة عسكرية وكرا لمتزعمي المجموعات الإرهابية في حي البلدية ببلدة الحصن بريف تلكلخ وأوقعت من فيه قتلى. من جهة أخرى، وفي إطار استهدافهم للمؤسسات الخدمية والبنى التحتية، أطلق إرهابيون قذائف هاون الليلة الماضية على مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي باب هود بمدينة حمص، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في الطوابق 4 العليا منه. في دمشق، أقيم في كنيسة مار يوسف للروم الكاثوليك في منطقة الدويلعة قداس احتفالي لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشاب حسام السرحان، وتكريما للشهداء وتضحياتهم التي قدموها في سبيل عزة الوطن وكرامته. في كل مرة يعود ويقف التاريخ في سوريا، فهي أم العريس تربيه لتزفه إلى الأرض بهيا مشرقا كريما شجاعا، ينام في حضنها ويسكن قلبها مطمئنا بعد أن يهدي زهرة للواقفين على تاريخه، تقول لهم إن الوطن هو الأغلى وهو الذي يستحق التضحيات. هذه كانت كلمات أهل الشهيد حسام السرحان في القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة مار يوسف للروم الكاثوليك بدمشق لمناسبة مرور أسبوع على استشهاده. أنا ابني راح شهيد وأنا ماني زعلان، شهيد الوطن ما بينزعل عليه، نحن سوريين نظل منحافظ على أرضنا وعلى تراثنا وعلى أي شيء تجاه، نحن بنفدي الوطن بالدم بكل أي شيء نقدر نفديه بنفدي. نعم خسرته بس الوطن غالي علي، هو مثل الوطن يا خي غالي علي، حسام غالي والوطن أغلى بعد، يعني روحي كنا للوطن يا خي. سوريا هي أرض أمجاد العرب مكللة بالشهداء الأبرار، وأخي هو واحد منهم. تركوا أحلامهم ليكبر الحلم بالوطن، وغادروا الحياة ليحيى الوطن، وبذلوا الدم ليحموا أبناء الوطن. هم الشهداء خير الأبناء وأشجعوا الآباء، اغتنموا شبابهم وقرروا ألا يهرموا، لتبقى ذكراهم شابة على مر الأيام والعصور، تعطي المثل للقادمين بعدهم وتزيدهم إيمانا بالتضحية، لأن الوطن غال ويحتاج لمن يحرس أحلام أبنائه. نطلب من الله العلي القدير أن يضع يده على سوريا ويحميها من كل شر وأذى، وأن تتجاوز هذه المحنة بكل محبة، وأن تحافظ على وحدة أهلها وشعبها وأرضها، ونترحم على أرواح جميع شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين، ونترحم على روح الشهيد حسام. بحى صوت الدماء طلبا من حريتهم، على مذبح الحرية سالت دماء صديقنا الغالي على قلوبنا جميعا حسام شكري سرحان. حسام كان من بين أحبتنا اللي كانت دماءهم ما زالت على جدران الذاكرة. حسام هو رمز للشهادة كان بسوريا، مش بس حسام، كلياتنا احنا بسوريا يعني مؤمنين بالقضيه ومؤمنين بالانتصار اللي حيصير. في ربيع الشهداء تجدد سوريا نفسها، تطلق ازهارها لتملا الارجاء عطرا، وتهدي لشقائق النعمان مزيدا من الاحمرار والروعه، وتمضي مواكب الشهداء لتبشر بموسم الخير والامان والاستقرار، وتعود موسيقى الوطن لتعزف لحني الشهيد والوداع، لتبقى سوريا عظيمه باسلة دائما، حكاية أسطورية تصعب قراءة التاريخ دون المرور على صفحاتها وأهلها.
قدم محافظ حلب وعدد من المعنيين التعازي لأسرة الشهيد الأب فرانسوا مراد الذي انضم لقوافل شهداء الوطن بعد أن اغتالته مجموعة إرهابية مسلحة حين هاجمت دير اللاتين في قرية الغسانية التابعة لمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب. الأب فرانسوا مراد شهيد سوريا انضم إلى قوافل شهداء الوطن بعد أن اغتالته مجموعة إرهابية مسلحة حين هاجمت دير اللاتين في قرية الغسانية التابعة لمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب. محافظ حلب محمد وحيد عقاد وعدد من المعنيين في المحافظة قدموا التعازي لأسرة الشهيد في كنيسة الصليب للأرمن الكاثوليك، مشيرين إلى أن استهداف العصابات المجرمة للأب مراد يأتي في إطار المخطط الذي تنفذه هذه العصابات الإرهابية واستهدافها للكفاءات الوطنية ورجال العلم والدين الإسلامي والمسيحي. أسرة الشهيد وأصدقائه أعربوا عن اعتزازهم بشهادة الأب فرانسوا وبإيمانهم بنصر الوطن السوري على حرب جند لها آلاف المرتزقة التكفيريين من كل بقاع العالم لنشر الخراب والدمار والقتل في سوريا المقاومة. ما فيني أقول غير الله كبير والله شايف، وإن شاء الله ربنا هيك بيحرق قلب كل أم من أمهاتهم مثل ما حرقوا قلبنا، بس ما فيني أقول غير هيك. هاي مؤامرة كبيرة تستهدف الوطن ككل، تستهدف وجودنا ككل، مو بس الغساني وأبونا فرانسوا وحلا، عم تستهدف وجودنا ككياننا كبلد كسوريا. كان أب روحي، أب مخلص لهالبلد، أب متواضع، أب بريد الخير، بريد السلام، بريد الأمان، استهدف من قبل مجموعة مسلحة من أوغاد. كثيرون هم شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، واليوم على كل شبر من الأراضي السورية يؤكد السوريون على تلاحمهم ووقوفهم مع رجال الجيش العربي السوري في تحقيق النصر على جحافل الإرهاب الدولي ومن خلفهم أعداء الأمة العربية. في السويداء أثمرت جهود المصالحة الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة عن تحرير أحد الأشخاص الذين اختطفتهم العصابات الإرهابية المسلحة على طريق دمشق. زغاريد ودموع وعواطف جياشة، وأم أحرق قلبها الانتظار الطويل والثقيل بعد أن وقع ابنها ضحية الاختطاف، لتثمر الجهود الحثيثة والكثيفة للجان المصالحة الشعبية بعودته سالما إلى بيته وعائلته بعد شهور من العذاب، ليعم الفرح بين أهله وذويه ولتكتب له ولادة جديدة. كان للجان المصالحة الشعبية اليد الطولة في تحريره وتحرير الكثير من السوريين الذين وقعوا ضحية الإرهاب. عن طريق الشام تم اختطافي عن طريق الرئيسي، أما من ساعة اللي وقفنا كانوا مطمشين عني، لساعة اللي انتركت بعرفش بأي ديري لوين أخذونا لوين جابونا. أنا بتشكر كل من ساهم بإطلاق سراحي من جميع فئات شاركت بهالموضوع. الشكر للي ساهم بيطلعوا فارس اليمي، والله اللي قشانا عليكم ضيم، والله ينصر هالشعب كله من هالظلمه. اهالي قريه الرحى بيوجهوا بطاقه شكر لفريق للجنه المصالحه الوطنيه في محافظه السويداء على الجهود المبذوله والمتاعب اللي عم تتحملوها من أجل إطلاق سراح أولادنا المخطوفين من قبل العصابات المجرمة اللي عم تعبث بأمن هذا الوطن. أي واحد من هذا الوطن بيقدم أي خير للبلد هو من المصالحة الوطنية، فالمصالحة الوطنية أبناء الشعب وأبناء هذا البلد، وما لهمش فضل على حدا، فضلهم على نفسهم، عم يخدموا بلدهم، عم يخدموا أنفسهم، عم يخدموا بكافحوا الإرهاب اللي دخل هذا البلد. كل الشكر لهذه الأبناء المحافظة اللي واعيين وما يعني ما اخترقوا حدا من لا إرهابيين لا جماعة دفعوا مصاري. فالشعب السوري كان وما يزال أسرة واحدة متماسكة عصية على الاختراق، تستطيع ترميم جراحها،
بفضل التعاون والمؤازرة بين أبناء البيت السوري الواحد وصولا إلى النصر الذي بات قريبا جدا. من السويداء، تلفزيون الدنيا، جمانة حمدان. في إطار الحراك الشعبي الوطني، أطلقت رابطة اتحاد شبيبة الثورة في الغوطة الشرقية وفي مدينة جرمانة وبالتعاون مع مجلس المدينة حملة تطوعية تهدف إلى تنظيف الشوارع الرئيسية في المدينة. وتأتي الحملة في إطار المعسكر الصيفي الذي تنظمه رابطة الغوطة الشرقية لاتحاد شبيبة الثورة، والذي يتضمن دورة دفاع مدني وتمريض ونشاطات وأعمال تطوعية وثقافية وفنية وأخرى رياضية. ويهدف المعسكر على حث جيل الشباب الناشئ على العمل التطوعي وتقديم نموذج عن الحالة الوطنية، كل حسب اختصاصاته وقدراته. وتأتي مبادرة هذه الحملة لتنظيف شوارع المدينة تعبيرا عن وعي الشباب السوري وقدرته على العمل فيما يصب في خدمة الوطن والمجتمع. الحملة هي قامت فيها مجلس مدينة جرمانة بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة والفعاليات الأهلية والمجتمع الأهلي لحملة نظافة والبيئة. فيها قم بأعمال كثيرة، تنظيف شوارع، فيها فعاليات أخرى، زرع أشجار، زرع ورود. نحن كاتحاد شبيبة الثورة ورابطة الغوطة الشرقية ضمن فعالياتنا في الفترة الصيفية أقمنا هذا المخيم التطوعي للشريحة المرحلة الثانوية في مدينة جرمانة، الذي يضم 200 رفيق ورفيقة. طبعا من ضمن الفعاليات التي نقوم بها بهذا المخيم هي حملات النظافة التي تم تنسيق مع مجلس مدينة جرمانة لإقامة حملة نظافة في شوارع وحدائق مدينة جرمانة. حملة تنظيفية بجرمانة مشان نثبت وجودنا بالمجتمع. أنا نخلي بلدنا بأحسن صورة، وهي أقل شيء يعني نحن بنقدمه. جينا نحن شباب الشبيبة مشان ننظف، كنا بشارع الخضر مشان أثبت لكل العالم اللي برا أنه نحن قد هالمسؤولية. نحن اليوم عندنا حملة نظافة تشمل كل الشارع العام تقريبا بمدينة جرمانة، ونحن حبينا نعمل هاي الحملة لنطلع مدينتنا بأبهى حلة. قام محافظ اللاذقية بجولة ميدانية على مستودع فرع الهلال الأحمر للإعانات الإنسانية للاطلاع على آلية العمل وتفادي المشكلات الواقعة لتوفير متطلبات المواطنين كافة. الحصول على الإعانات والمساعدات الإنسانية يصفها مستحقوها برحلة المعاناة نتيجة اضطرارهم للانتظار ساعات طويلة أمام كوة واحدة. يفتحوا باب هنيك وباب هون، كل واحدة واحدة نسواهم على رجل كثير أفضل. الإعانات الإنسانية حظيت باهتمام محافظ اللاذقية خلال جولة ميدانية اطلع خلالها على آلية التوزيع في مستودع فرع الهلال الأحمر باللاذقية، حيث أوعز بزيادة عدد الكوى لتخفيف المعاناة على الأسر المحتاجة. هذا الموضوع يلقى من لدينا كل الاهتمام، وسنتابعه بحيث يصل الدعم من السلات الغذائية والنظافة وإلى مستحقية، وإن شاء الله سنتابعه. الجولة تضمنت الاطلاع على سير العمل في مديرية المصالح العقارية، حيث وجه المحافظ بتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل الأتمتة، وفي مديرية الاتصالات وجه بزيادة عدد كوى دفع الفواتير. جولات مفاجئة الهدف منها رصد الواقع كما هو وتصويب مكامن الخطأ أينما وجدت. لأخبار الدنيا ريما راعي، اللاذقية. تسربت كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ طرطوس من خزانات معمل الإسمنت، ما أثار موجة من الشائعات حول المصدر. مراسل الدنيا رصد الحالة وأجرى لقاءات مع المعنيين. بسبب أعمال الصيانة والتعزيل في خزانات الفيول بشركة إسمنت طرطوس، زادت نسبة الفيول في حوض الترسيب وتسربت الكميات عبر شبكة الصرف الصحي ووصلت إلى شاطئ البحر قبالة المدينة العمالية لشركة الإسمنت، وتجمعت على شكل بحيرة لوثت الحجر والرمال والشاطئ وامتدت لعشرات الأمتار على طول الساحل الموازي لمنطقة التلوث. عند تهريب أي كمية من الفيول من أحد هذه الخزانات، هناك في موقع الشركة حوض ترسيب يتم فيه تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي وتحويل بقايا الفيول إلى هذا الحوض. عندما تم العمل على البدء بإصلاح هذا الخزان، تم تحويل
من الخزان الرئيسي إلى الخزان العامل الذي يغذي الأفران كميات من الفيول بشكل دوري. الكميات المتبقية بالخزان المعدل الإصلاح هذه تم تحويلها إلى حوض الترسيب. يبدو أن هذه الكمية أكبر من سعة حوض الترسيب. وكما تعلم مادة الفيول عندما تلتقي بالماء انتشارها يتم بسرعة كبيرة. المعالجات مباشرة إغلاق الحوض في الشركة، إغلاق خط تصريف الماء. حاليا بالتنسيق مع مدير المصب سيتم إرسال آلات لشفط هذه الكميات المتراكمة وإعادتها إلى الدارة الإنتاجية. خبراء من مصب النفط بطرطوس والبيئة والمنطقة الساحلية أكدوا على ضرورة الإسراع بالمعالجة والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة والبشر باعتبار المنطقة سياحية بامتياز. مادة الفيول مادة سميكة، الموضوع يحتاج إلى جهد عضلي بامتياز. لحتى نشيل البقعة هي بدنا كل واحد يمسك عبوة ويشيل النفط عن الشط ونحطها بخزان آخر. ما بيصير عمليات الشفط صعبة كتير لأنه صاير البقعة بقعة سميكة وبقعة ثقيلة. ثانيا المادة صايرة متغلغلة بين البحث وبين الحجارة، كل بؤرة كل هيك منطقة متجمعة فينا نشيلها ونحطها بخزان وناخذها إلى خزان خاص بمادة الفيول تماما. تم حصر وتجميع الكميات في حوض بالقرب من الشاطئ بانتظار أعمال الشفط والترحيل وتعزيل المنطقة بالكامل، حرصا على أهمية هذه المنطقة سياحيا واقتصاديا. طرطوس، قناة الدنيا، هيثم يوسف. تعرضت وحدة تعبئة الغاز في إدلب لاعتداء إرهابي أصابها ببعض الأضرار. محافظ المدينة تفقد الوحدة وأكد على وجود الدولة كداعم رئيسي لصمود المواطن. في سياق إرهابهم تجاه الشعب السوري الصامد، لم يبقى أمام مدعي الحرية من حملة الفكر التدميري سوى استهداف أبسط مقومات الحياة لدى المواطن. استهداف المرتزقة لمعمل غاز إدلب لم يضعف عزيمة أهالي إدلب الصامدين رغم ما يعنيه من صعوبات في تأمين المادة، بل على العكس زادهم الأمر صمودا وتصميما على البقاء سدا في وجه من يطلب ذلهم وجوعهم. الدولة السورية موجودة لتعزز صمود المواطن، وزيارة المحافظ لمقر معمل غاز إدلب وتفقد الأضرار للعمل على إصلاحها هو دليل على أن الدولة السورية لن تدع الإرهاب ينتصر مهما كلف الأمر من تضحيات. لابد من القول أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذا الوطن، ونطمئن أهلنا في إدلب بأن الأمور تتحسن وأنه مهما فعلوا هؤلاء المجرمين لن يزيدنا ذلك إلا تصميماً على إعادة الأمن والأمان وتقديم كافة الخدمات لأبناء هذه المحافظة الكريمة. لقد تم تكليف مدير محروقات ورئيس قسم الغاز بإعادة إصلاح هذه الكرة والمعمل من أجل إعادة تغذية المحافظة بمادة الغاز، وإن شاء الله قريبا سيتم إعادة العمل بهذا المعمل. عمليات الإصلاح بدأت في وحدة غاز إدلب، وحضور الدولة عبرت عنه قدرتها على تأمين سبل حياة المواطن ولو في حدها الأدنى، دعما لصموده في وجه إرهاب ينتظر اجتثاثه. في فلسطين المحتلة توغلت عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا صباح اليوم داخل الأراضي الزراعية الفلسطينية شرق مدينة خان يونس في استهداف جديد لممتلكات وأرزاق المزارعين الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد الشاب الفلسطيني معتز إدريس الشراونة بعد إقدام جنود الاحتلال على دهسه عمدا بسيارة دوريتهم في مدينة دورا جنوب الخليل في مشهد جديد على الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع. يوما بعد يوم يثبت الكيان الإسرائيلي عدم جديته ورفضه المطلق لفكرة السلام في المنطقة، رغم الجولات المكوكية تارة والماراتونية تارة أخرى التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة على أمل إقناع الاحتلال بالعودة إلى المفاوضات. في الوقت الذي كان فيه كيري يجتمع ليل نهار مع قادة الاحتلال، كان الرد العملي على جهود الراعي الأمريكي إعطاء المزيد من موافقات تشييد المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
والتي بلغ عددها الشهر الماضي لوحده نحو 3341 وحدة استيطانية، توزعت على مستوطنات جبل أبو غنيم وجيلو وإتمار وبروخين وراموت وسوسيا. وبالتزامن مع عطاءات الاستيطان، كانت جرافات الاحتلال تقوم بتنفيذ 23 عملية هدم لمنازل فلسطينية في الضفة الغربية، أغلبها في مناطق الأغوار الشمالية. وبما أن الاعتداء على الحجر والشجر لا يكتمل إلا بالاعتداء على البشر، فقد سجل الشهر الماضي تعرض فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية لاعتداءات جسدية وعلى ممتلكاتهم الخاصة فاقت 100 اعتداء. وكي تكتمل الصور، أصبح تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية أشبه بمسلسل تلمودي لا يعرف الملل ولا الاستكانة وسط صمت عربي مطبق يزيد من مرارة الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين. إلى العناوين. مصر تواصل انتفاضة كرامتها، الجيش ملتزم بمطالب الشعب والرئاسة ترفض، والاستقالات تتوالى. There are still things that have to be worked out over the course of these next days. لافروف وكيري يؤكدان على مرجعية بيان جنيف، والجيش يواصل سحق الإرهاب على الأرض السورية. باسمكم ائذنوا لي أن أدعو كل اتحادات علماء المسلمين في الدنيا وأزهرنا ورابطة العالم الإسلامي، أدعوهم لعقد اجتماع سريع في دمشق لا في جنيف، وليكن الصلح على أيديكم. مؤتمر اتحاد علماء بلاد الشام في بيروت، سماحة الإسلام وفتنة التكفير. ختام النشرة، السلام عليكم.